في موضوع. شوف انت بتدخل حياه ان شاء عسى الله ان شاء الله ان الدنيا ما تغير ولا تغرينا بشيء. اللهم احنا نمزح ونسولف ونضحك. تاكد انك ما اذا ما كنت مثل نشاطك ذا ما راح تنجح. إيه؟ على موضوع التنسيق يكون لك شخص فعلا ينسق ويشوف اعمالك انت. ما هو من كبر ولا ارتفاع يا عيال، تراك بتواجه اتصالات ومكالمات وتواصل وناس وجمهور حلو. يكون في شخص ولد عندك كذا 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 عندك ويكون ثقه ما يهمل احد، حتى المواضيع اللي فيها سعي خير لك ترى من زكاه عملك مثل ما قلنا انك تقدم عمل خيري. شوف يا اخي الله رزقك بشيء ممكنك تفتح رزق بعد الله على 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 يدك الواحد ولا الاثنين ولا الثلاث. الشيء الثاني اللي بتكلم فيه نصيحه يا ريجي، في حياتك لا تحاول تحط بينك وبين احد عداوه. لا تحاول تحط وش بينك وبين احد عداوه، حتى اللي يسيء لك يا اخي انت ما انت مجبور تعطيه كل شيء. خل بينك وبين السلام مهما كانت شخص اساء لك عادي انك تذكره. قلت اذكر يوم انك تقول لكن ماني مجازيك ترى ناس فيها حق، ماني مجازيك موقفك، بجازيك انا بطيبي انا. سلام وسلم وسلم، معرفتي معك سلام عليك وعليكم السلام في امان الله. انا واجهت لي واحد حسود واجهته في الديره انت معي